السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الترابيزة التركي بشكل يعني بطريقة بسيطة وما بتتكلفش أي حاجة، يعني بشوية أسمنت أبيض وعصاية مقشة، وعملت ترابيزة حلوة جدا ويعني من غير أي حاجة، من غير أي تكاليف. فأنا قلت إيه، هنعملها إن شاء الله مع بعض عملي. طبعا في ناس كتير عاملين الترابيزات ديت في فيديوهات كتير جدا، بس بصراحة يعني نستحق اللي احنا نعملها لانها جميلة فعلا وبتطلع بشكل حلو، يعني بتطلع جميلة شكلها حلو قوي. فهنعملها مع بعض. معانا هنا دي طبعا العصيان المقشة مقصوصة قد بعض بالشكل ده، ماشي. وفي اخرها رحت عاملة مسمار عشان يعني ايه اتاكد ان هي هتمسك كويس في قلب الاسمنت الابيض بتاعنا بالشكل ده. عملت 3 مقاس بعض، تمام. وجبت ب10 جنيه اسمنت ابيض بالشكل ده. هنعمله بقى مع بعض. هنجيب ميه ونفضل نقلب لغاية ما تبقى سمكه معانا. زي سمك الكيكة بالظبط. هاتي ماي. هنفضل نقلب كده كويس. لغاية ما تبقى سمكها معانا زي سمك العجينة بالظبط. بتبقى سمكها كده بالشكل ده زي قوام الكيكة بتاعتنا اللي احنا بنعملها في مطبخنا او بالشكل ده. هنبدأ بقى نحطها في قلب القالب وهنبدأ بقى ايه نصبها بالشكل ده. نسويها، نخبط بس خبطتين عشان تطلع ايه السطح بتاعها متساوي، مش تبقى فيها فراغات ولا اي حاجة بالشكل ده. هنجيب العصايات بتاعتنا. وهنحطها بقى ايه على شكل مثلث. هنحطها بالشكل ده شكل مثلث ونسيب مسافات بينهم. وبعد ما حطيت العصيان بالشكل ده ومعايا الطبق هنا عشان عالي في الارتفاع، فحلاوته اللي انا سنداه على عليه كده بالشكل ده، فهسيبه 24 ساعة وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه تاني وهنخرجه مع بعض. وادي الترابيزة بتاعتنا بعد ما نشفت، هنطلعها بكل سهولة من الطبق. بقت بالشكل ده. وهنصنفرها بس كده عشان ايه ما نيجي ندهنها تبقى متساوية معانا وحلوة، مش تبقى فيها اي حاجة خشنة. هي بسيطة بس كده، هي مش محتاجة بس ايه عشان لو فيها اي زيادات تتسوى معانا. بس وبعدين همسحها. وبعدين جبنا اللاكيه الابيض هنقلبه بس كويس كده عشان لو متركز تحت يطلع معانا.
وبعدين هنحط لون احمر عشان انا عاوزة بمبة. الدرجة بقى اللي انا ايه عاوزاها، سواء عاوزاه تقيل او خفيف براحتكم، انا هخليه بمبة ولا فاتح قوي ولا غامق قوي. وبعد كده بعد ما عملته بالشكل ده هنبدأ بقى ايه ندهن معانا الترابيزة. هندهن كده اتجاه واحد، مش هنروح كده ونيجي كده، باتجاه واحد. هنعمل كله بالشكل دوت، ولو احتاجت وش تاني هنعملها بوش تاني بعد ما تنشف. وبعدين هدهن رجول الترابيزة بالشكل ده باللاك الابيض، وطبعا الالوان انتوا لكل اختيار فيها زي ما حابين. هدهن الثلاث رجول بالشكل ده، هدي اول طبقة، لو احتاجت طبقة تانية هدي الطبقة التانية، ما احتاجتش تبقى خلاص كده تمام. فهدهن الرجول التلاتة بالشكل دوت واشوفها ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخلص. خلاص خلصت الترابيزة اللي انا عملتها معاكو بكل سهولة، اتعملت وباقل التكلفة اتعملت، ما شاء الله عجباني جدا. ويعني فكرة حلوة اللي انت تعملي حاجة بايدك وتبقى مبسوطة بيها، وكفاية اللي انت بتبقى عاملاها في بيتك، يعني عاملاها في بيتك وعاملاها من ايدك، دي حاجة جميلة جدا. حتى لو كانت ترابيزة، حتى لو كانت مفرش، انا المفرش دوت جبته ده وقصيته وعملت الشغل ده عليه، يعني ادى بهجة جميلة جدا. طبعا من القماش الخيامية طبعا عشان رمضان وكده، كل سنة وانتم طيبين. يعني ويا رب الترابيزة تبقى طريقتها سهلة وبسيطة، واللي محتاج ترابيزة مثلا انا كنت محتاجاها بصراحة وعملتها وفرحت بيها يعني. فيا رب تبقى الطريقة سهلة وبسيطة وقدرت اوصلها لكم ببساطة. وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.